لازم تسألني انت وين مختفي؟ يعني الحلقات وين؟ الحلقات مكانه وين؟ مكانه وين؟ مكانه وين؟ مكانه يو السلام عليكم ورحمة الله، رجعت لكم تاني موضوع عثمان داك جرس والناس بتسألني وين مختفي؟ انا ما مختفي، دي بتسمى استراحة محارب. رجعنا عشان نوريكم المصايب اللي بتعمل الحكومة، بس اول حاجة لازم نوريكم الانجازات. أعزائي المشاهدين، نقدم إليكم النشرة الإخبارية. مدير هيئة الطرق والنسور يهنئ الشعب السوداني بإعادة افتتاح كوبري الحديد، كما يصرح بأننا لم نغلق هذا الكوبري للصيانة كما يظن البعض، لأنه كما ترون لا يوجد أي تغيير ما عدا بعض من الدرابزين والأعلام الخضراء. لكن الحفر قبل الكوبري قاعدة، بعد الكوبري قاعدة. الحمد لله الحفر جوا الكوبري اختفى. سبحان الله، انجازات خطير. يعني البلد الوحيد اللي بيدلقى جوه الكوبري حفر ومطبات وبتاع مرور ممكن يقطع اتصالات عادي. افتتاح مصنع الملح. اي، واذا حللنا هذه الصوره سنجد سياده الرئيس وكل الموجودين مع الرئيس يبتسمون ابتسامات غير طبيعية. وحسب قواعد العلم الأساسية أن مادة الملح لا تسبب هذه الكمية من الفرح والسعادة، ولكن توجد مادة أخرى متخصصة في هذه الآثار النفسية وأنتم تعلمونها جيدا. طبعا افتتاح مصنع الملح ده لمصلحة المواطن، لمصلحتنا نحن، عشان يطعم الأكل يطعم حياة المواطن. يا أخي تسبب لك ارتفاع في الضغط، مشاكل في القلب، مشاكل في الكلى، مشاكل في الجهاز الهضمي والأمعاء. الملح تفاضل له شوية كده يبقى مسؤول في الحكومة، بس يدوم الرتب يا أصلي. افتتاح إشارة قف والتي تعبر عن الإنجاز، وهذا الإنجاز هو إشارة عن وقوف البلاد عن التطور، وكما ترون أن افتتاحها تم من قبل المسؤولين. بعد ما خلصنا من إنجازات الحكومة، إحنا ما بنخفي الإنجازات، العدل، المساواة. أوريكم المصايب. أزمة شح الوقود في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث اصطفت مئات السيارات في محطات الوقود بحثا عن البنزين والغاسولين. والسيد وزير الدولة للنفط قبل يومين صرح في واحد من التلفزيونات، قال أنه لولا أنه دفعت القروش ما كانت الأزمة حلت. طيب الأزمة كانت واضحة مكانها وين يعني؟ طيب مكانها وين؟ تعبر الصور التي ترونها في الشاشة عن صفوف عظيمة طويلة عابرة للقارات. هذه الصفوف هي ليست لأغراض أساسية كالبنزين والغاز والصرافات الآلية، وإنما هي صفوف تعبر عن شغف الشعب السوداني للحصول على تذاكر لمباراة عظيمة، مباراة الحياة. So deep man. فالغاية تحسي في أزمة غاز، صفوف بنزين، صفوف عيش، أزمة موية، أزمة صرافات آلية. اتخيل معي، اتخيل معي كده بالراحة بالراحة، نحن في 2018 لغاية تحسي عندك قروش في البنك ما قادر تقرر قروشك في البنك، لأنه ما في سيولة. الصرافات ما فيها قروش، تمشي البنك يقول لك احنا عندنا 2000 جنيه. فقد أصبحت أحلامنا السودانية بسيطة جدا، نشيل قروش من البنك ونكب بنزين في التنك. ده كل الأحلام. نبل السكري يلتهم جوالات السكر. لا نرى أي غرابة في هذا العنوان، حيث أنه نمل سكر يأكل السكر. تورط مدير كنانة في بيع 1,000,000 جوال سكر. جدل برلماني حول اختفاء 35 مليون يورو. شيليل وينو؟ أكلوا دودو. شيليل وين راح؟ أكلوا التمساح. خلق ليفترس، يأتيكم على قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي. فهل ستسكت الحكومة عن الفساد؟ هل سيسكت بشا عن الفساد؟ الحرب على الفساد لن يفلت منها أحد. 6.5 hours later. حريق في وزارة التجارة. السجلات اللي كنا دارين نمسك بها الفاسدين يعني حيرقت. قضاء وقدر، وهل نعترض على قدر الله؟ استغفر الله، استغفر الله، ما احنا نقدر نمسكهم الفاسدين ليلة يعني الليلة المرات الجاية. لكن ما لن سيشردوا ولن يشردوا ولن يستطيعوا. بس انتوا رايكم شنو؟ اكتب لنا رايكم تحت في التعليقات. لو عجبتكم الحلقة دي امشي اعملوا سبسكرايب لأيمن، ساعدنا بالفويس اوفر، ولازم تمشي تعملوا فولو ليوسف الامين اللي هو ساعدنا في كتابة الحلقة دي، يعني هو الكلام الحلقة دي. لا انت تقبض زول
وفي النهاية أقول لكم شكرا لكم للمتابعة، انتظرونا الخميس الجاي بمشيئة الله. سمير يا بطل معاذ، تاقي جرس نيويورك تايم سكوير.